لمحطتنا الأولى لليوم. حنحكي عن سوء التغذية وعدم ممارسة الرياضة، هن أسباب كتير للعديد من الأمراض التي تحدث، ومنها النوبات القلبية واللي صارت شائعة بالفترة الأخيرة وخاصة للشباب واللي هن بأعمار الصغيرة. واليوم بدنا نحكي عن النوبات القلبية وأهم الأغذية اللي بتمنع حدوثها، وأيضا عن آلية التغذية ما بعد النوبات القلبية، أكيد مع الدكتور جورج المعلم اختصاصي تغذية وثقافة بدنية. يسعد صباحك دكتور، وأهلا وسهلا. يسعد صباحكم، يعطيكم ألف عافية، كل عام وأنتم بخير، ميلاد مجيد، إن شاء الله السنة تكون سنة خير علينا وعليكم وعلى سوريا كلها ان شاء الله يا رب. امين يا رب. يسعد صباحك دكتور. صباح. على الجديد، يعني دائما نحن الانسان اهم شيء بحياته هو صحته، أكيد. اهم شيء هو غذائه، وكيف اذا كان لازم يكون متوازن، كيف اذا كان شوي احيانا في عالم بتخبص شوي بنوعيه الاكل، وفتره الاعياد بنشوف في تخبيصات كثير بتزيد الحاله. صح. خلينا نحكي بدايه دكتور عن الثقافة اللي لازم تكون عند الإنسان، إنه الغذاء هو أساس لبنية جسمه لسلامته لصحته. تماما، مرة ثانية سعد صباحكم. للأسف الشديد عندنا كثير إهمال نحن بصحتنا، يعني لا عندنا استهتار، عندنا لا مبالاة، ما بعرف كيف بنفكر، برأينا إنه ما في أي مشكلة، عادي 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 جدا. لا، المسألة ما هي عادية، الغذاء هو يصنع المعجزات، دائما بنقول هالكلمة، غذائنا هو كل شيء. انا اذا بتخبريني تساليني سالتك انا شو عم تاكلي من خلال طعامك، من خلال نظامك الغذائي، انا بخبرك شو انت، شو طبيعه حياتك، كيف بتفكري، كيف ثقافتك. فالمساله كثير مهمه، ما نهملها ابدا ابدا، وخصوصا اليوم بدنا نحكي بموضوع مهم مثل ما تفضلتوا بالبدايه. انا اخترته لانه عم نشوفه للاسف الشديد عند اعمار متوسطه واعمار صغيره، نوبات القلبيه مشكله كثير كبيره ما نستهين فيها. لما بدنا نهمل بغذائنا بنهمل بعادات حياتنا اليوميه ونستهتر، بالاضافه لمسائل ثانيه من ستريس ومن غيره، وهلا بنحكيها بسياق الحديث، اكيد نحن بنكون معرضين لهذه الاصابه بالنهايه. فبدنا ننتبه على هذا الموضوع كثير كبير كثير بشكل موسع ومفصل. يعني اكيد دكتور، خلينا نحكي عن النوبه القلبيه، اسبابها بهالوقت برايك. تمام. هلا اول شيء هيك معلومه صغيره، لما نعرف شو يعني نوبه قلبيه، احنا بنسمع دائما صار معه نوبه قلبيه واجته نوبه قلبيه. النوبه القلبيه هي لما بقل الدم اللي بيوصل للقلب بشكل كثير كبير او حتى بينقطع تماما، هذا الشيء بيؤدي انه ما يعود بيوصل اكسجين كافي اللي بيحتاجه القلب تماما، واذا ما رجع السريان الطبيعي للدم خلال دقائق ببلش بقى القلب اجزاء منه بيؤدي لموت، بسبب اضرار مستديمه. هذا اللي بنسميه نحن احتشاء عضله قلبيه، بنسمع انه صار معه احتشاء، او المتعارف عليه النوبه القلبيه. وبالعاده بتصير هي المسائل لما بيكون الشرايين التاجيه لما ما بتوصل هذا الاكسجين للقلب بشكل كافي، بتؤدي لهذه المسائل النوبه القلبيه، او مثل ما بيسموها الاطباء نوبه احتشائيه. هلا اسبابه او اعراضه، اول شيء نحن بدنا نعرف اعراضه قبل ما نعرف الاسباب، مشان اذا في حال بعيد الشر، الشر عن الجميع والله لا يقدر، شعرنا فيها ننتبه نتدارك المساله، لانه كل ما تداركنا الموضوع بشكل اسرع كل ما نحن استبعدنا شبح الخطر اكثر. اعراض اول شيء طبعا متعارف عليه هو رح نشعر بالم عميق شديد، وممكن يكون الم غير محمول طبعا من منطقه الصدر، ممكن يمتد للجانب الايسر من الايد، ممكن يمتد للرقبه، ممكن يمتد للفك، وبيستمر 10 12 ساعه او اكثر شوي. وبالعاده الاشخاص اللي بتصيبهم نوبه قلبيه بتساليهم، الله يعافي الجميع، بتصير تساليهم شو حسيت، وبيقول لك حسيت كانه صدري عم يعتصر، منطقه الصدر تحت عظمه القص في اعتصار، يعني تخيلي هذا المصطلح او التعبير، عم يعتصر من الالم. هي العارض الرئيسي الاساسي اللي بنشعر فيه بالنوبه القلبيه. في بعض الاعراض البسيطه كمان الدارك هي بتعطيني مثل ما بيقولوا انذار، هي ضيق بالتنفس، تعرق، غثيان، اقياء، لما بنشعر بهذه المسائل. هلا ممكن احيانا تكون عرضيه ما لها علاقه مسائل قلبيه، الواحد معصب تماما ممكن بتصير، ممكن احيانا نشعر بنغزه بصدرنا، ممكن نشعر، هي بتكون مسائل عصبيه ما هي مشكله، الموضوع واضح، بس انه ما نهمله، ما نستهتر انه يلا شوية وجعه بيروح، لا ما هو شوية وجعه بيروح، فطبعا مراجعه الطبيب هلا رح نحكي فيها. هيدي اتفقنا اعراضه. هلا بنجي بس اسباب لحتى نحن نتداركها او ننتبه عنها او نبعد عنها. هلا اسباب رئيسيه واسباب ثانويه. الاسباب الرئيسيه هي طبعا مو بايدنا، بتصير طبعا، هو الاكثر احتمال الشائع بالعاده لما بصير مع الانسان نوبه قلبيه هو انسداد جزئي او كلي لاحد الشرايين اللي بتغذي القلب.
خلصنا منها. عندي سبب ثاني لما بيعود ما بيعود في سير عدم بيسموه عدم اتساق بنبضات القلب او عدم انتظام نبضات القلب. هذا بيؤدي بيحرم القلب من الدم اللي بيغذيه. اوكي. فبالتالي ممكن يصير معنا المشكله. احتمال ثالث، هذول الاحتمالات الرئيسيه الثلاثه، ممكن ممكن تنفجر نقطه باحد جدر الاوعيه بسموه. تماما. تسبي نزيف داخلي، بنسمع نحن صار معه نزيف داخلي. صحيح. ولما بصير نزيف داخلي معناتها ما عاد في سريان طبيعي لمجرى الدم. عندي ثلاث اسباب رئيسيه، بس الاحتمال الاكبر هو انسداد جزئي. وليش بينسد؟ هلا كمان راح نحكي. عندي اسباب سنويه، نحن مثل ما خبرتكم. نعم. اسباب سنويه بس كمان ما نهملها، بس هي مو هي الاساسيه، بس هي بتلعب دور كثير كبير. اول سبب هو الازمات النفسيه والضغوط النفسيه، وما اكثرها وما قديش نحن عايشين فيها. بدنا ننتبه على هذه النقطه. اثنين، الاطعمه الدسمه او الوجبات الدسمه. اكيد مو وجبه واحده، بس لما انا بشكل دائم عندي معتمد على طعامي على الاطعمه الدسمه، او حتى اللي يستخدموا سمن حيواني، هاي من الاطعمه الدسمه تعتبر. برافو. بشكل دائم. اكيد بشكل دائم، اكيد يعني مو مره مثلا بجوز الواحد يقول اكلت هذيك النهار، اكيد مو هي وجبه، هي مسائل تراكميه. تماما. ممكن حتى نخبر انا الرياضيين على هذه المساله، ها هي موضوع الجهد المبالغ فيه بالتمرين الرياضي. صحيح. احنا دائما بنوصي بالرياضه، وهلا بدي اوصي على الرياضه والتمرينات الرياضيه، بس الجهد المبالغ فيه خصوصا اذا تقدمنا بالعمر او عندنا بعض المشاكل مثل ارتفاع ضغط الدم، او مثل عندي كوليسترول، او عندي مرض سكري، او عندي تاريخ كعائلي بامراض القلب، ننتبه هذه المساله، لان صرنا احنا معرضين اكثر لما يكون عندي انا مثل ما خبرتكم، او حتى الاشخاص اللي ما بيتحركوا كثير، في اشخاص نوع عملها ظروفها قاعده معظم الوقت، معرضه لازمات نفسيه وضغوط نفسيه دائم، هدول معرضين اكثر. والوزن زائد هدول تماما. وبين قوسين اللي عندهم تاريخ عائلي بيبقى تمام. في ناس بتقول لك عائلتي معهم سكري، عائلتي معهم ارتفاع ضغط، هدول ينتبهوا معرضين اكثر لانه يتعرضوا للنوبات القلبيه. يعني دكتور يمكن حكيت نقاط مهمة كتير، ولكن دائما الإنسان هو لازم يبدأ من حاله. أكيد. عادات خاطئة كتير بيمارسها الشخص بحق نفسه، ويمكن بتأدي كتير لقصص تانية غير التجلطات القلبية، مثل ما ذكرت حضرتك سوء التغذية، عدم ممارسة الرياضة، كمان في عادات تانية، حتى الستريس أحيانا والزعل قديش كمان له سبب رئيسي. المشكلة ما فيني أقول لك لا تكوني ستريس، مش بهيدي هي صايره مثل ما بيقولوا شيء بحياتنا. أيوة اليوم للاسف، يعني نكون واقعيين، احنا ما بدنا نقعد للاسف. ايوه تمام. نحن بنحاول دائما نعطي طاقه ايجابيه، وبتحاولوا حضرتكم طبعا بسوا هالروح الايجابيه الحلوه، نخفف ضغوطنا، شو بيقولوا، نوقف حد بعضنا، بس اما ما فينا ننكر انه الضغوط هي موجوده من الابد للازل بشكل دائم، بس يمكن هالفترات زايده اكثر بسبب يمكن الظروف العامه، ظروف اقتصاديه المعيشيه الى اخره، فنحن ما فينا ننكر مني وجر انه نحن كنا عايشين بحاله ستريس كثير كبير، بس ضروري ضروري نحاول نخفف الضغوط النفسيه قدر الامكان قدر الامكان، يعني بما معناه مثل ما بنقولها نحن بالعربي انه ما نحملها كثير، نحاول قدر الامكان شويه ستريس، شويه راحه، شويه استرخاء، شويه ريلاكس، شويه اتكال على الله، شويه الامور بتمشي، يعني ما نحملها كثير، لانه المساله كثير مهمه. صدقوني معظم المشاكل، انا دائما كنت اقول كلمه وبرجع بقولها، معظم امراضنا العضويه معظمها بما في امراض القلب والشرايين هو الستريس. الستريس السبب الرئيسي الاول بالعالم للوفاه، قبل السرطان، قبل امراض القلب، قبل اللي هلا عم نسمع فيها القصه الجديده الجائحه الكوفيد 19 الكورونا، قبل اي شيء الستريس. فنحاول قدر الامكان. هلا بدي اعطي شويه طرق انه مشان نخفف الستريس عن حالنا وعن بعضنا. خلينا هلا بنحكي عن الطرق، بس كمان نحكي عن الانظمه الغذائيه المفروض طبعا تكون بكل يوم عند كل شخص فينا نتناولها، واكيد بكميات طبعا قليله. خلينا نحكي عليها وبعدين بنحكي. كلام كثير حلو، انه هذا نحن شو بيقولوا هذا اساس موضوعنا اللي نحكي فيه. تمام. نحن اول شيء حبينا نحط نعمل فكره عامه، مشان في كثير اشخاص ما بتعرف، يعني ممكن كثير اشخاص كانت تسمع بنوبه قلبيه بشو يعني ما بتعرف. نحن حاولنا نشرح لهم، نبسط لهم المساله طبعا. أكيد. حكينا بشكل مبسط كثير، اطباء الاخصائيين ممكن يحكوا عنا بالساعات والساعات. هلا بالنسبه للغذاء، كوننا نحن مثل ما اتفقنا بالبدايه هو الغذاء هو اساس كل شيء، هو يصنع المعجزات بين قوسين رقم واحد. نحن بدنا نهتم شيء اكيد بمساله كثير بتعني لي وكثير بتهمنا، ولازم بكل احوالنا سواء صابتنا ايد النوبه او ما صابتنا. نعم. يعني دائما نحن ما بالضروره برافو الوقايه، ما بالضروره نوصل للقصه لحتى نبلش. نحن مشكلتنا معظمنا وقت نوقع بالقصه باي موضوع معين باي حاله مرضيه بنبلش نرقد، بدنا ننتبه على حالنا. تمام. نبتعد عن التدخين ونبتعد عن 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 عن
لا خلينا يا ريت من البداية. إذن رقم واحد نهتم بالخضروات والفواكه بشكل رئيسي لأنه بتحتوي على مضادات أكسدة عالية وفيتامينات ومعادن، يعني اللي بغذائنا الأساسي الأساسي قبل ما نهتم بأي شيء هو الخضار والفواكه. اثنين، أنا دائما بنصح نبتعد عن اللحوم الحمراء بأنواعها، سواء نحن مصابين أو كوقاية أو كانتباء أو كحرص أو كأحتياط. نبتعد عن اللحوم الحمراء قدر الإمكان، يعني ما لنا بحاجة نحن على فكرة نهائيا. نستبدلها باللحوم البيضاء قدر الإمكان، تكون منزوعة الدسم والجلد، يعني تكون بعيدة عن الدهون. ممكن مرة معزومين شيء مرة كذا ما في مهانة، بس أما بشكل عام نحن عم نحكي كثقافة عامة. اثنين، دائما بنقول نقطة إنه نحن نبتعد عن التدخين اكيد، او نتجنبه قدر الامكان، او نحاول نبتعد عن التدخين السلبي بنسميه. يعني في كثير اشخاص بتقول لك انا ما بدخن، بس لما بيكون قاعد ضمن اشخاص او كافيه 4-5 عم يدخنوا وعم بيقرقلوا وكذا، وكانه عم يدخن يمكن واكثر، بالعكس عم ياخذ يمكن مضار اكثر. فنبتعد عن التدخين رقم واحد. واثنين، نبتعد عن المشروبات بانواعها، غازيه، سكريه، كحوليه، المنبهات. الشاي الاسود ما بحبسه كثير انا، بنستبدل يا ريت نستبدله بالشاي الاخضر لسبب بسيط. الشاي الاخضر بيحتوي على مضادات اكسده اعلى، فبالتالي بيحمي القلب والشرايين اكثر. يا ريت الشاي الاخضر يكون بالنسبه لنا شيء اساسي باليوم لو كاسه، بكل تاكيد. تمام. ما هو للمزاج ولا هو للمرأة ولا هو بعد الغداء ولا هو مع كاسه المدري، مثله مثل كاسه المي مره او مرتين من النهار، يا ريت تصير عادي حياه يوميه. طبعا من ضمن ندفع لاي سكر ودي شيء. حتى بنصح الاشخاص بشكل عام على ذكر السكر، نبتعد عن السكر، السكر الابيض ما نستعمله، لا نخاف. كل شيء عم ناكله، كل شيء عم نتناوله، كل شيء موجود فيه سكر. ما نخاف ينزل. بتفيق الناس تقول لك يمكن زين معي السكر، اي شيء عم نتناوله، الخبز، المعجنات، سكريات، خضار، الفواكه كلها فيها سكريات. نبتعد عن الملح قدر الامكان. يعني احنا دائما بنقول يعني ما شفنا نتجنبهم 100%، بس اذا من قدر الامكان نخففهم، ننتبه انه نخففهم، لانه كمان معظم املاح ما اطعمتنا طعامنا وغذائنا في املاح، في ملح. ما نخاف، فنبتعد عن هدول. بنصح انا الاشخاص البروتين القليل الدسم يعني لازم ناخذ دائما، هذا اللي هلا بدي احكي فيه. برافو. انا بدي احكي عن هلا دائما نستبدل كلنا، برجع بحكي هذه النصائح مو للاشخاص اللي صابتهم، طبعا بين قوسين للي صار عندهم نوبه قلبيه او عندهم مشاكل قلبيه، بس انا عم بحكي للعموم للجنرال. نبتعد عن الحليب ومشتقاته الكامله الدسم. تمام. نستبدلها قدر الامكان. في عندنا بعض المنتجات خفيفه الدسم او زي ريت منزوعه الدسم، خاليه الدسم. ليش انا حكيت بالبدايه ما بدي لحوم حمراء؟ لانه اللحوم حمراء مهما نحن حاولنا نجيبها حمراء فيها دسم. حاولت استعيض عنا باللحوم البيضاء. اذا الدسم نحن بنحاول نخففه قدر الامكان، لانه هو سبب من الاسباب الرئيسيه لمشاكل القلب والشرايين وارتفاع الضغط والكوليسترول. نعم. فنبتعد عنه. بدي اعطيكم حكينا نقطه مهمه، بدي احاول قدر الامكان قدر الامكان بالنصائح اني انا استرخاء، اتعلم الاسترخاء. هي الاسترخاء انا بتعلمها مثل ما بتعلم اي شيء ثاني، مثل ما بتعلم اقرا اكتب، بتعلم لغه، بتعلم معلم مهنه معينه. تمام. الاسترخاء بتتعلميه، فلازم نتعلم هذا الموضوع ونحاول نبعد ونخفف قدر الامكان الضغوط النفسيه. يعطي نصيحه، معلش معلش اللي تذكرتها اجت ببالي، بنصح الكل يعملها بدون استثناء. كل شهر يا ريت يا ريت كل شهر يوم او يومين نعمل صيام. ما نستنى صيام رمضان او صيام العيد او صيام بالطقوس الثانيه الدينيه، لا لا، كل شهر يكون عندنا عاده في حياتنا يوم او يومين الصيام. كيف الصيام؟ مو انه ما اكل او وقت معين او ساعات معينه، لا، اتناول، اعتمد بهالفتره الصيام على الماء رقم واحد، الشاي الاخضر رقم اثنين، عصير الليمون طبيعي رقم ثلاثه، والخضار والفواكه. والحبوب قد ايه مفيده كمان؟ مفيده، بس ما بدي ماكولات جامده بهذه الفتره الصيام. ولا لبن كمان. لبن ممتاز مفيد، في كالسيوم عالي، انا بنصح على بدايه بالفيتامينات. قلت لي انا مش ماخذ لبن. ما في مانع، بس انا بدي فتره اللي اتفقنا الصيام، لا ما بدي اي منتجات، حتى منتجات حيوانيه ما بدي، بروتينات ما بدنا، اذا رح نعتمد على الخضار والفواكه بشكل رئيسي، الشاي الاخضر، المي، عصير الليمون. يومين بس ونشوف كيف قديش نطرد السموم من جسمنا، قديش بنحسن من صحتنا، قديش ما بينعكس ايجابا على صحتنا الداخليه، وبالتالي بنشوف بشرتنا، بنشوف وشنا، بنشوف شعرنا الى اخره. كله بيفرق دكتور، يعني داهمنا الوقت وكان لازم نحكي. سوري انا عم بحكي للمعلومات كثير كبيره، لسه لازم يكون لنا فقرات ثانيه ضفنا انت دائما، ولازم يكون لنا وقفات لنفصل يلي حكيته بالتفصيل. تماما. بدنا نتشكر كثير دكتور على وجودك معنا، نتشكر المعلومات اللي قدمته، اكيد انا استفدت منه وثمر. انا مره ثانيه بتاسف بس للي عم يسمعني انه
كان في كم هائل من المعلومات اللي سنحكيهم على مستوى الفيتامينات والمعادن ونصائح، ونحن حابين نسمع. بس نصيحة أخيرة أحكي، نصيحة ثواني مو أكثر. بدي أعطي نصيحة، أي شخص أي شخص بحس بأي ألم منطقة الصدر، أول شيء ما يخاف، ممكن تكون مسألة طبيعية عادية، بس إذا استمرت وطالت زاد الوقت واستمرت مددت، استشارة الطبيب أو المشفى مباشرة، ما نستهين بالموضوع. أكيد أكيد، ونتمنى الصحة والسلامة للجميع. شكرا لك دكتور، شكرا لمعلوماتك القيمة، وأكيد نشوفك في حلقات قادمة. شكرا دكتور.